اليوم تستقبل ولاية عنابة الباخرة السياحية اس اش ديانا وعلى متنها 139 سائح من مختلف الجنسيات، اهمها جنسية امريكية ايطالية وبريطانية. سوف تزور ولاية عنابة وكذلك المسارات السياحية منها التاريخية الدينية والثقافية لولاية عنابة. كما قلت، ولاية عنابة أصبحت من المقصد من الطلب السياحي العالمي. الحمد لله، هذا الشيء اللي يندرج من خلال الاستراتيجية المطبقة للوجهة السياحية للجزائر بصفة عامة ولولاية عنابة بصفة خاصة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات. الحمد لله كل شيء منظم، كل شيء جاهز. شكرا جزيلا على الاستقبال الذي وجدناه وعلى الظروف التي سخرت لنا. نحن جد سعيدون بما وجدناه لحظة وصولنا إلى عنابة. شكرا جزيلا على الترحاب بنا.